سيادة الرئيس، الشهيد القادم رحل عن دنيانا تاركا طفلا لم يتخطى عمره العام. وبعد 6 أشهر ذهبت زوجة الشهيد لأداء فريضة الحج، إلا أنها لم تعد. توفيت في الأراضي المقدسة وتربيه سيدة فاضلة هي جدته السيدة صباح سيد جودة منصور. اسم الشهيد البطل نقيب محمد جمال عطية الأقشر يتسلم التكريم مشروع البطل القادم الابن بلال محمد جمال عطية الأقشر. بلال ابن الشهيد البطل النقيب محمد الأقشر. بابا استشهد في سينا وانا كان عندي 1 وشهرين. انا ما لحقتش اشوف بابا، بس كنت بسمع عن بطولاته من تيتا واصحابه، وكانوا بيقولوا لي دايما بابا بطل وعمره ما خاف. بعد استشهاد بابا ب6 شهور ماما راحت الحج، وكان حلمها تلحق بابا في الجنه. ماما ماتت في السعودية. أنا كان نفسي أعيش معاكم، بس مدام ربنا عايز كده أنا مش زعلان. أنا عاوزكم تكونوا مبسوطين في الجنة. أنا كان نفسي أعيش معاكم، أنا بكتب ليكم جوابات وبقول لكم وحشتوني قوي. أنا اطمنوا عليا، إن شاء الله هكبر وهبقى ظابط وهجيب حق بابا وهحقق حلم ماما. أنا ابن الشهيد البطل النقيب محمد الأقشر.